وانضم الينا من فيينا السيد ضياء الشمري، امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان. مرحبا بك معنا سيد ضياء. اهلا وسهلا بكم ومرحبا. كيف رصدتم ردات الفعل، فعل الشارع العراقي على سوء الخدمات وخاصه فيما يتعلق بالكهرباء؟ هل تتوقعون عوده للتظاهرات الشعبيه هذه المره ايضا؟ بالتاكيد، يعني المواطنين العراقيين بالوقت الحاضر وهذا الحر، يعني لحد الان هي اعلى درجه حراره قيست بالمنطقه بين هي العراق والكويت، اكثر درجه حراره معروفه عالميا انه في هذه الدولتين، ولكن في الكويت الكهرباء متوفره، اما في العراق فلا يوجد توفير للكهرباء والمواطنين يحتاجون الماء والكهرباء، وفي الوقت الحاضر لا توجد يدي من ايادي الحكومه العراقيه ممكن تدعم قضيه الكهرباء من بدايه الاحتلال ولحد هذه الاموال الذي صرفت للكهرباء ممكن اعاده، ليست الكهرباء في العراق فقط وانما لكل المنطقه، لان مليارات من الدولارات صرفت لاعمار الكهرباء في العراق، ولحد الان العراقيين يعيشون من فترة طويلة تنقطع الكهرباء في بغداد وبقية المحافظات بأكثر كمية انقطاع الكهرباء. هذه الحالة يعيشها المواطن العراقي بظل درجة الحرارة المرتفعة. الحالات الأخرى التي تتعلق في الكهرباء هي حالات الماء وحالات الصحية والمسائل الأخرى، المدارس وكل الأشياء التي تتعلق في الكهرباء. الحياة لا يمكن أن تطاق بدون الطاقة، والعراقيين لا يملكون لا الكهرباء ولا الطاقة بالوقت الحاضر. نعم. يعني محرومين من كل شيء مع الأسف. عندما ترهن حكومة ما في دولة ما تقديمها لهذه الخدمة الأساسية من الخدمات اليومية بدولة معينة أخرى، أي نوع من الفشل هذا؟ يعني حقيقة هذا الفشل فقط في العراق مسموح لها، لكن في الدول العالم لا يمكن أن تطاق مثل هيك حالات. القطاع الكهرباء إذا كانت في على مستوى، احنا نتكلم على مستوى، لا نتكلم في أوروبا وإنما نتكلم على مستوى الوطن العربي، يعني في الوطن العربي لا توجد انقطاع كهرباء مثل ما يوجد في العراق. العراق من الدول الغنية جدا، العراق غني بالبترول، غني بالطاقة، غني بكل شيء، غني بالموارد المائية. لحد هذه اللحظة هذه الغناء الذي موجود في العراق لا ما يستفادون من عند العراقيين، وانما المستفادين هم السراق اصحاب الدوله اللي هم يحكمون العراق، والتيارات السياسيه الموجوده في العراق. التيارات السياسيه هي المستفاده بالدرجه الاولى. حينما تكون الطاقه بيد الناس المدنيين والاهليين من المولدات الكهرباء، وهم يتحكمون في اسعار المولدات ويتحكمون في الطاقه، هذه الحياه صعبه بالعراق، ولهذا السبب المواطنين العراقيين لازم يتظاهروا، يجب عليهم التظاهر والخروج الى الشارع بمطالبه بحقوقهم، وهذه ابسط الحقوق للشعب العراقي. هم لا ياخذون الكهرباء بدون مقابل، وانما اولا هي هذه املاك الشعب العراقي، ملك الشعب العراقي، ملك ثروه العراق، ملك البترول العراق، ويسرقون البترول ويسرقون الميزانيه التي تخص الكهرباء. كم وزير كهرباء خرج من العراق وطلع ملياردير، مليونير، ملياردير خرجوا. على ذكر هذا الموضوع، يعني إذا كان الجميع متفق في العملية السياسية على الإصلاح ومكافحة الفساد، والجميع يقول يجب أن نحارب الفاسدين والمفسدين، فمن هو الفاسد في هذه الحالة؟ من تبقى طالما أن الجميع متفق على ذلك؟ أخي العزيز، لا يمكن محاربة الفساد والفاسدين بالفاسدين أنفسهم. الفاسدين هي الدولة، هذه الدولة هي الفاسدة، ليست من هو الفاسد. يطلع عضو برلمان وهو فاسد ويقول محاربة الفاسدين، تطلع لجنة النزاهة وتقول محاربة الفاسد، يطلع رئيس الوزراء ويتكلم وهو فاسد، تطلع المرجعية وهي فاسدة أيضا. يعني لا، ما في فد واحد بهذه المجموعة، بهذا التكوين السياسي الموجود في العراق، رجل شريف يمكن، يعني يمكن الاعتماد عليه بالوقت الحاضر لحل أزمة العراق. أزمة العراق لا يحلها إلا الشعب العراقي بأيديهم، وليس إلا
لأنه لا يمكن تطلب من الفاسدين إصلاح الفساد، من يصلح الفساد؟ فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. دعني أتوقف هنا عند ما أشرت إليه، التقارير تؤكد أن ثورة عارمة وغضب شعبي كبير في الطريق الآن، وخاصة في مدن الجنوب. إلى أي مدى يؤكد هذا الواقع المزري، الخدمات المزري، أن الحكومة التي تدعي وجود حاضنة شعبية لها في الجنوب هي حكومة غير صادقة؟ الحكومة غير صادقة والشعب هو الصادق. الشعب العراقي يطالب بأبسط الحقوق يا أخي، يطالب بالكهرباء والماء والصحة، ليست مطالب هذه متوفرة في بالطبيعة في كل العالم لكل المواطنين بالعالم، ولكن بالعراق ليست متوفرة. المتوفر هم السراق الموجودين في هذه الحكومة، السراق الذين يسرقون الحكومة ويدعون أنه ويطلع في التلفاز ويقول أنا مرتشي وأني كذا، يعني ويقولون أنا زورت بالانتخابات. هذا لا يحدث بالعالم أبدا، ولو كان يحدث بالعالم لكان هذه الدولة انتهت من الأساس، مثل ما حصل في النمسا. في النمسا اكو حزب سياسي متفق مع جهة معينة لتمويل الحزب في الانتخابات، واعطاهم وعود انه اذا فاز بالانتخابات راح تكون لهم الأفضلية في هذا المشروع وذلك المشروع. هذا لم يحدث، ولكن حينما عرفت الصحافة وعرف الإعلام، كل الوزارة ومن ضمنها رئيس الوزراء المستشار نفسه، حلت وشكلت وزارة جديدة مهنية ليست لها. حتى سيد ضياء، على ذكر المجتمع الدولي والدول الأوروبية، المجتمع الدولي لديه موقف متناقض في التعامل مع العراق. من جهة يتحدث عن ضرورة مكافحة الفساد، من جهة أخرى يتحدث عن ضرورة دعم الحكومة في بغداد. هل باتت هذه العملية السياسية قدر على العراقيين مفروض بالقوة؟ لا بالعكس أبدا. القدر المفروض على العراقيين هو هذه الحكومة الذي نحن نتمنى من الدول الأوروبية ومن العالم ومن الأمم المتحدة أن تساعدنا بإنقاذنا من الحالة العراق الموجودة فيها، الحالة المأساوية الموجودة فيها العراق. لا توجد دولة بالعالم ممكن تساعدك على الحالة، وإنما هو الشعب نفسه ممكن أن يحل، وممكن أن يحل هذه الدولة. هذه الدولة هي مو تقول إحنا تكوناها وبأسلوب ديمقراطي كونها الشعب، إذا الشعب كله طالع مظاهرة ضد هذه الدولة، من هي الدولة؟ نعم، أشكرك جزيلا سيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من فيينا.